بالنسبة للحصة ديال اليوم غادي نشوفوا هاد لا بارتي هادي ديال ليكيفالونس ديال دو زيفي اي بلوس. في نفس الوقت غادي نشوفوا بطبيعة الحال فوالا دونك ان اكزيرسيس بروبوزي بار واحد لو ستاجير فوالا ديال لو ديغنوستيك فينسي داكوغ دونك لو بيلون فينانسي. دونك هذه لوكازيون بالنسبة للناس اللي عندهم مشاكل فوالا بالنسبة لهذا البيلون هذا باش نحيدوا هذه المشاكل هذه هذا هو الاسانسيال. لا بارك الله فيك. الصوت ناقص، مازال ناقص الصوت ياك. دابا كتسمعني السي عثمان؟ دابا راه حاولت نقد الصوت هذا حيت الحصه الماضيه اللي فاتت نقد، المهم درنا واحد اللايف ولكن كان مشكل في الصوت فوالا وحبسنا ديك الحصه تقدينا. وعليكم السلام عبدو، مرحبا. تري بيان، دونك ليكيفالونس ديال دو زيفي. دونك سيل فو بلي اللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه في شي موديول ولا شي حاجه بحال هكا يعطينا شي سؤال باش نقدروا اننا نجاوبكم بطبيعه الحال في هذا اللايف المباشر. مرحبا. شي حاجه في الاناليتيك فيسكاليتي ولا هذا لا بكم. لا جيستيون دو برودكسيون اي دابروفيزيونمون سي فو فولي بطبيعه الحال نديرو شي لايف ديال لا جيستيون دو برودكسيون دابروفيزيونمون سوي لو بيان فولو بطبيعه الحال هو التخصص ديالنا. ماتيماتيك فينانسيير حتى هو الى بغيتو حتى مشكل. تري بيان دونك غادي نبداو سي فو بلي. دونك سيدر داكوغ فوالا. دونك اول حاجه بعدا ليكيفالونس دي زيفي دو كوميرس داكوغ. دونك لي زيفي دو كوميرس شنو هو بعدا لي زيفي دو كوميرس الاخوان لي زيفي دو كوميرس. استاذ ناقص بزاف لو كونتا زاد شنو الحل تخيتمون صالح. استاذ ناقص بزاف لو كونتا زائد شنو الحل ما فهمتش كاسي عبد شنو قلتي. انت ناقص بزاف لو كونتابيليتي. اش من كونتابيليتي؟ واش كتهضر على كونتابيليتي جينيرال ولا لا كونتابيليتي اناليتيك؟ حيت كل وحدة عندها لا بروسيدور ديالها يعني كيفاش كتخدم. لا كونتابيليتي جينيرال سيباريا توتالمون على لا كونتابيليتي اناليتيك. لا كونتابيليتي جينيرال كنهضرو على الجورنال كنهضرو على بزاف ديال الحوايج. بالنسبة للكونتابيليتي اناليتيك هو غير اننا كنحسبو انسومبل ديال ليكو غير ليكو اللي كنحسبو صا صا هادشي اللي كنقدو بطبيعة الحال دوك لي طابلو ديال فيش دو ستوك سي بي اكسيتيرا. ولكن اللي كيهمني انا بالنسبة للاناليتيك هما دوك ليكو فوالا باش نخرج بواحد الرابور في نهاية المطاف. هذا هو المهام ديال لو كونترولور دو جيستيون داكوغ فوالا. نبداو الاخوان كاين شي سؤال اخر ولا شي حاجه مرحبا بكم قبل ما نبداو هذه الحصه هذه. المهم هذه الحصه كتبان ليا كونتابيليتي جينيرال اي تريتمون دو سالير. تريتمون دو سالير شوف كون هاني من ناحيه ديال لو تريتمون دو سالير داكوغ. بالنسبه للتريتمون دو سالير غادي نقادو حتى حنايا واحد اللايف ولا هذا ولا واحد شويه نيت ملي نسالي واحد الشيء يقدر يبقى لنا شويه الوقت نشرحوا له تريتمون دو سالير جوازي راه ساهل ماشي حاجه صعيبه. كتبغي غير لا كونسونتراسيون داكوغ غير واحد شويه ديال لا كونسونتراسيون ان شاء الله غادي يكون ما يكون غير الخير داكوغ فوالا. دونك ليكيفالونس ديال دو زيفي اي بلوس ولا ليكيفالونس ديال لي زيفي دو كوميرس. بعدا بالنسبه لي زيفي دو كوميرس هذا سيت ان كور دو بروميير اني ديال لا كونتابيليتي جينيرال داكوغ ديال لا كونتابيليتي جينيرال. تري بيان. ملي كنهضر على واحد لي في دو كوميرس يعني بحال قلتي واحد الطريطه يعني هي الطريطه يعني كنخلص بها سيت ان مود دو بيمون اكريدي داكوغ. بالنسبه لهاد لا سيركولاسيون ديال لي زيفي دو كوميرس كاين لوندوسمون كاين ليسكونت كاين لونكيسمون كاين بزاف ديال الحوايج.
كتسمعوني الاخوان اللي كيسمعني طابي ان سيل فو بلي، اللي كيسمعني مزيان طابي ان ربي عليكم. الا كتسمعوا الاخوان طابي ان، واحد السيده قالت لك ما كتسمعنيش مزيان. كتسمعوني مزيان؟ دونك المشكل عندها هي في الكيت ديالها، ولا مادموزيل بدلي لي كيت، ولا شوفي كيت ديري. المهم الناس راه كيسمعوني مزيان. تري بيان، دونك اون كومونسي سيفو بلي. ليكيفالونس دي زيفي دو كوميرس. تري بيان، دونك لو برانسيپ، دونك ان ايفي كنقولوا بلي هاد ليفي هذا اي ايكيفالون ا بليزيور، او بيان فوالا فواحد لا دات صفر بكليش صفر. المهم شوف راه مشكل عندك انتيا. واه سمعتيني راه ماشي حيت كون ما سمعتينيش ما غاديش طابي صفر. مزيان، دونك كنقولوا بلي واحد ليفي اي ايكيفالون دوطخ ايفي الا كان عندهم نفس لوطو كما كتشوفوا معايا هنايا الاخوان، ميم طو، وعندهم نفس لا فالور اكتويال. داكوغ، الا كان عندهم غير نفس لوطو وعندهم نفس لا فالور اكتويال، فهاد الحاله هادي كنقول بلي هاد ليفي وليفي الاخر سون ايكيفالون فهاد لا دات هادي، وهاد لا دات كتسمى لا دات ديكيفالون، يعني لا التاريخ فاش كيتلاقاو. داكوغ، مريم علالي، بالنسبه للايف ديال اليوم غادي نهضروا على ليكيفالونس ديال لي زيفي دو كوميرس. داكوغ، ليكيفال يعني لا بارتي ديال ماتيماتيك فينونسيير، ومن بعد غادي نشوفوا الدياغنوستيك فينونسي. يعني الا عندك مشكل في الدياغنوستيك فينونسي راه هاد اللايف هذا راه ديالك. داكوغ، فوالا، دونك غادي نشرحوا فوالا لو بيلون فينونسي، فوالا بالنسبه للحلقه هذه. داكوغ، فوالا. دونك تري بيان، فهمتوا لي هاد لو برانسيبال اخوان؟ فهمتوه؟ امتى كنقولوا بلي ان افي ايكيفالون؟ امتى كنقولوا بلي دونك فوالا، دونك ان افي ايكيفالون ا بليزيور يعني افي ولا واحد ليفي الا كان بطبيعه الحال لا فالور اكتويل ديال التوتال ديال هاد لي زيفي او لا لا فالور اكتويل ديال هاد ليفي هذا كيساوي هاد ليفي. ولكن ما نساوش يعني الخاصيه الثانيه، يعني ان لوطو ديسكونت بطبيعه الحال يكونوا بحال بحال. الا درنا لهذا 12% فوالا ولقينا بلي عندهم نفس الفالور اكتويل، اوتوماتيكمون كنقولوا بلي هاد ليفي الاول وليفي الثاني سون ايكيفالون. هذا هو لو برانسيب. اللايف غيبقى مسجل، المهم على حسابي ربما غادي يبقى مسجل ولكن السيمي انكم تبعوا معايا احسن، حيت ربما غادي يبقى مسجل ربما لا، حيت كاع اللايفات اللي كنت درت بحال هذاك اللي دار ديجا دار تمسح، ما عرفت مالو تمسح بوحديتو، غادي يكون مشكل في النظام ولا ما عرفت. المهم على العموم مهلا بكم. تري بيان، دونك لا ريغل برانسيبال داكوغ، حيت بطبيعة الحال هضرنا على لا فالور اكتويال، كان اللي غادي يسولني شنو كنقصدو بلا فالور اكتويال. لا فالور اكتويال سيل فو بلي سي لا فالور نومينال موان لي سكونت. سا فدير كوا لا فالور نومينال؟ شنو كنقصدو بها لا فالور نومينال؟ شنو هي لا فالور نومينال سيل فو بلي؟ هو المونطو اللي عندي تمايا في التريطة، يعني لي في دو كوميرس كتسمى لا فالور نومينال. مزيان، لي سكونت كيفاش كيتحسب لي سكونت؟ لي سكونت عندو العلاقات ديالته، يعني كناخد لا فالور نومينال موتيبلي باغ لوطو موتيبلي باغ ان مقسومه على 36000. باردون راه زدنا واحد الصفر، خصني نقسم على مالهم داكوغ. 36000 يعني 360 ضربه فوا 100 داكوغ. باردون راه كاينه واحد ليغ، المهم غادي نصحوه باغ لا سويت. فوالا، يعني 360000 اولا كضربها اولا كتاخد لا فالور نومينال موتيبلي باغ لوطو ملتيبلي باغ ان مقسوم على 360. شوف نتايا اللي بغيتي. داكوغ، فوالا تري بيان. دونك نشوفو ان اكزارسيس انتخودكتيف باش نفهمو مزيان هاد ليكيفالونس ديال دو زيفي. نشوفو دو زيفي ومن بعد نشوفو بليزيوغ ايفي. فوالا، دونك عندنا لو 3 ديسمبر 2020 ان ايفي، يعني عندنا ايفي الاول وعندي ليفي الثاني. ليفي الاول لا فالور نومينال ديالو كما كتشوفو معايا الاخوان هو 1477.78 درهم. Échéance le 2 janvier
2021. اما بالنسبه اللي في الثاني داكوغ sa valeur nominale ou 5,585 échéance le 3 mars 2020-2021. Très bien. Donc la valeur ou bien la question se pose, c'est de calculer voilà la valeur actuelle. D'accord? La valeur actuelle. Très bien. Donc باش نجاوب على هذا السؤال هذا كتسمعوني سي بون فوالا دونك باش نجاوب على هذا السؤال هذا اول حاجه خصني نديرها خصني نحسب بطبيعه الحال ما يسمى فوالا ب ب ان يعني خصني نحسب ان باردون فوالا خصني نحسب ان دونك في لو موا ديسمبر شحال من جور بقى ليا داكوغ دونك لو موا ديسمبر فيه 31 جور دونك كندير 31 كما كتشوفوا معايا الاخوان كنقسم منها الثلاثه اللي عندي هنايا بحال كتعطيني راه كاين اللي ما كيعرفش يحسب هاد ان ها كيفاش كتحسب الله يرضي عليكم دونك كنلقاو 28 فوالا 28 جوغ يعني في ديسمبر شحال من جوغ عندي 28 ديسمبر امتى فوالا اسكونتا هاد لي في هذا اسكونتا فوالا في لو 2 جانفي 2021 يعني في لو جانفي لو موا جانفي شحال من جوغ عندي عندي غير 2 جوغ فوالا غادي نجمع هاد التوتال هذا يعني التوتال ديال لي 2 شوف شحال غادي نلقى غادي نلقى لا فوالا دونك هذاك هو لا دات دي شيونس بالنسبه له مزيان يعني ان ديال الاول نشوفوا ان ديال الثانيه نفس الطريقه دونك جونفي عندي فيها 30 فيفري خديت فيها 22 فوالا مارس 3 جوغ فوالا اوتوماتيكمون دونك كنطبق العلاقه ديالي ديال فالور اكتويل اللي ما فهمش شي حاجه وقلت لها الاخوان باش نشرح ليه بالي عنده شي سؤال هذا يسول داكوغ فوالا Très bien. Donc la valeur actuelle, c'est la valeur nominale moins les comptes. Automatiquement, donc un goulbli la valeur actuelle, les huwa les comptes ou la valeur actuelle multiplié par l'auto multiplié par 30 pour se mettre le mieux style. Minjat has 30 hadi. Quel est réglé ce minjat a 30 n. Jat minena. Crédit minia 20. Zdali a juge. D'accord. Attendez. 30. Mais bien. Quel est ce badge ici là? Quel le cas? 1463 درهم فوال هنا يكون عندي واحد الخطا حيت هي هادي سي بون فوال بالنسبه لي في الثاني بالنسبه لي في الثاني حتى ونديروا نفس العمليه في ان موان ليسكونت لا فالور نومينال موان ليسكونت كنطبق الخاصيه ديالي اوتوماتيكمون كنلقى بطبيعه الحال هاد لا فالور هادي كما كتشوفوا معايا الاخوان 1463 درهم داكوغ اوتوماتيكمون كنلقى بلي هاد ليفي هذا وليفي الثاني عندهم نفس الفالور اكتويال اللي هو 1463 وعندهم نفس لوطو ديسكونت اللي هو 12% اوتوماتيكمون كنقول بلي هاد دو زيفي سون ايكيفالون تري سامبل داكوغ مزيان اخوان اسمح لي باش نشوف الصوت ديالك مسيو الله يبارك فيك شي شيء ربما غادي يبقى في الجزائر ربما غادي يمشي خوف شنو الفرق ما بين لاني كوميرسيال و لاني سيفيل كو لاني كوميرسيال يعني كنخدمو ب 360 اما لاني سيفيل كنخدمو بعادية يعني لاني كوميرسيال كنعتبرو كل موا فيه 30 جو كتسمى لاني كوميرسيال لاني سيفيل هي عادية يعني كناخدو باغ اكزومبل لو موا فيفريي كناخدو بعين الاعتبار لانه فيه غير 28 جور etc. ديسمبر 31 جو اما بالنسبه لاني سيفيل كناخذو كل موا داكوغ كل موا يعني فيه 30 جو داكوغ فوالا سمح لي راه غاتشوف الميساج ديالك تخي بيان حيت مكونسونتري مع لوكو المهم اللي عنده شي سؤال الاخوان يبروبوزي داكوغ فوالا تخي بيان دونك نشوفو ليكزارسيس الثاني ليكزارسيس الثاني قال لنا بلي لو 15 مارس او بيان لو 15 ماي 2020 داكوغ Donc, un responsable a remplacé l'effet numéro 1 de la valeur nominale de 8,833,000 échéance le 10-6-2020. Donc, le taux est 15%. Par un autre effet, sa valeur nominale est inconnue. Et sa date d'échéance, voilà. Donc,
travail à faire et calculer la valeur nominale de l'effet tani. يعني انا باش نحسب لا فالور نومينال ديال لي في الثاني ها هو عطوني هو لا فالور نومينال هو انكوني خصني نحسب هاد لانكوني هاد داكور فوال دونك اول حاجه خصني نديرها هو نحسب لا دات دي شيونس ديال الاول ولا دي شيونس الثاني بعدا نحسب بعدا ان ومن بعد انا عارف بلي لا فالور اكتويال ديال الاول كيساوي لا فالور اكتويال ديال الثاني اوتوماتيكمون نقدر انني نحدد فوالا لا فالور نو نومينال سي تري سامبل نجي لانفيرس دونك لو ماي دونك عندي 16 16 يوم بالنسبه ل جوان 10 جوغ اوتوماتيكمون غادي نلقى 26 جوغ فهمتوا الاخوان كيفاش جبنا هاد التواريخ هادو ياك ما عندكمش فيهم مشكل فوالا بالنسبه لي في الثاني دونك 16 وفوالا 30 جوغ غادي نجمع هاد لي دو غادي نلقى 46 نهار 46 يوم دكا ديما كنحسب من 15 ماي فوالا 15 ماي حتى ل 10 6 من 15 ماي حتى لو 30 جوان فوالا كنلقاو بطبيعه الحال 26 يوم بالنسبه للاولى 46 يوم بالنسبه للثانيه ما درت حتى حاجه صعيب فوالا دونك دابا غادي نطبق القاعده لا فالور اكتويل هو لا فالور نومينال واليسكم سيل فو بلي خذوا معايا غير لو برينسيپ كاين اللي كيكتب كاين هذا المهم خذوا غير لو برينسيپ راه الله بحال هو اللي غيكون مسجل المهم خذوا غير البرينسيپ وانت اللي ما عندوش شي حاجه اللي ما فهمش شي حاجه يسول داكوغ هذا هو ليسونسييل فوالا دونك كناخذ لا فالور نومينال موال ليسكونت كنعوض كل حاجه بالقيمه ديالها فوالا ان لقيت فيها 26 كنلقى بطبيعه الحال 814.30 نفس الحاجه بالنسبه للثانيه لا فالور اكتويال سي لا فالور نومينال موال ليسكونت اوتوماتيكمون كندير تطبيق عددي لا فالور نومينال ما عنديش خصني نقلب عليه فوالا كنلقى بلي لا فالور اكتوي كيساوي 0.98 في ان انا خصني نقلب على في ان شنو اللي خصني ندير انا عارف بلي هاد السيد هذا ريسبونسابل ديال الغومبلاسمون يعني اوتوماتيكمون هاد لي دو زيفي سون ايكيفالون بمعنى ان لا فالور اكتوي ديال الاول كيساوي لا فالور اكتوي ديال الثاني ونفس الحاجه بالنسبه للطو لوطو الاول كيساوي لوطو الثاني صافي كنمشي من هاد العلاقه هادي كندير تطبيق عددي اوتوماتيكمون كنلقى 830.24 درهم مفهوم الاخوان ياك فوالا هذا هو لا فالور نومينال ديال لا دوزيام اف تري بيان دونك لا تخوازيام اكزيرسيس لو 15 ماي 2020 ا ريسبونسابل ا غومبلاسي فوالا هذا نفس الاكزيرسيس عطيتو دو مانيير فوالا ديفيرون باش نقلبوا على لا دات دي شيونس داكوغ فوالا par un autre effet numéro 2, sa valeur nominale est 830.24, sa date de chiance est 5 libéliens. D'accord? Elle est inconnue, donc 5 libéliens. Même si les hajjad, quand le cas est 20, quand le sub, voilà la valeur actuelle. D'accord? Quand le cas est 830, déjà le sub n'est pas ici. D'accord? Donc la valeur actuelle, même si les hajjad, 5 libéliens, n'est pas la valeur de la valeur, 5 libéliens, la valeur de n. Bien. فوالا كندير تطبيق عددي كنعوض كل حاجه بالقيمه ديالها كنلقى ان هو 46 داكوغ يعني 46 46 موا وغادي نرجع للور وغادي نلقى بطبيعه الحال لا دات اكزاكت دونك هاد ان هادي هي اللي كتعني بالنسبه لي كونترول ولا لي اكزامان تخي بيان دابا غادي ندوزو لواحد البرانسيب اخر واحد هذا اللي هو جديد اللي هو لي زاجيو بونكار ولا شابيتر اخر جديد لي زاجيو بونكار داكوغ لي زاجيو بونكار كاين اللي ما كيفهمش على لي زاجيو بونكار شنو هما لي زاجيو بونكار الاخوان شي واحد يعطيني شي فكره بالنسبه لي زاجيو بونكار شنو تقدروا تقولوا الاخوان فازي سي فو بلي لي زاجيو بونكار لي زاجيو بونكار هما دوك لي فري اللي كتزيد عليها لا بونك داكوغ بما فيهم لا تي في يعني مجموعة ديال المصاريف كتحسبهم عليا لا بونك كيتسموا لي زاجيو بونكار بما فيهم لا تي في حيت عندنا دو تيب ديال لي زاجيو عندنا اجي اللي هما اوغلاطات كما تشوف معايا الاخوان هنايا وعندنا لي زاجيو اللي هما تي تي سي داكوغ فوالا لي زاجيو اوغلاطاكس ما فيهمش لا تي في لي زاجيو تي تي سي داخلة فيهم لا تي في لا نوتيون دو لا تي في تخي بيان دونك لو برانسيب دونك شنو هو لا زاجيو بونكار يبقى تو سامبلو سي دون سون دي روتوني une mouvement d'équitation effectué par la banque
دون لو كا ديال ليسكون دي زيفري دو كوميرس. يعني انا ملي بغيت نبيع حد نبيع هاد ليسكون ديال ولا هاد لي في دو كوميرس بغيت نبيعو فوالا لا بونك داكوغ اونتر بارونتيز بطبيعه الحال البنكه كدير ليا مجموعه ديال الاقتطاعات حيت هي ما عطاتيني داك لا فالور نومينال اللي كاين في لا تريت. بطبيعه الحال غتاخد حقها وبزاف ديال الحوايج، يعني غتاخد الكوميسيون تيبيا ليسكونت فوالا تري بيان. دونك بالنسبه ل لي ريغل برينسيبال اللي خصني ناخذو بعين الاعتبار هما ثلاثه، عندنا اجيو اور لا تاكس كيفاش كيتحسب، اجيو تي تي سي، وبالنسبه لا فالور نيت ابي يعني شحال نقدر ناخذ فوالا. بالنسبه لاجيو اور لا تاكس هو لي سكونت باردون انا كده دونك لي سكونت بلس لي كوميسيون داكور، هو لي سكونت بلس لي كوميسيون. وهاد لي كوميسيون هادو كاين كوميسيون دون دو كاين بزاف ديال لي كوميسيون اللي كاينين داكور، يعني سا دي بون ليكزيرسيس شنو عندك. وبالنسبه لي كوميسيون كاين جوج ديال الانواع، كاين واحد لي كوميسيون اللي هو فيكس، وكاين واحد لي كوميسيون اللي هو بروبونسيونيل داكور. يعني واحد يعني كيعطي لك التمرين كيقول لك لا كوميسيون اي 100 درهم، دونك هذا راه فيكس يعني باين. اما هذاك الاخر كيقول باغ اكزومبل 10% داكور. بالنسبه لاجيو تي تي سي هو هذا لاجيو اللي هو اوغ لا تاكس، يعني هاد التوتال هادشي اللي كنلقى هنايا داكور، هادشي اللي كنلقى هنايا كنزيد عليه لو مونتون دو لا تي في. بطبيعه الحال التي في كتكون ديما 10% داكور، لا تي في سور لي زوبيراسيون بونكار كتكون ديما 10% عمرها ما كتبدل داكور فوالا. بالنسبه لا فالور نيت ابي شحال غادي تعطيني لا بونك، كناخذ لا فالور نومينال القيمه اللي عندنا في داك لي في ديك الطريطه كنقص منها مجموعه ديال لي زاجو اللي هما تي تي اس فوالا. تري بيان، دونك نشوفو ان اكزيرسيس نفس 26/3/2020 لا سوسيتي اطلس اني غوسيا سا بونك واحد لا تريت نيميرو 13 سا فالور نومينال هو 10000 درهم داكور، ايشيونس ديالها لو 31/5/2020 لو طون ديسكونت هو 10% لا كوميسيون 75 درهم لا تي فيا هو 10% لقيتو هنا تي فيا يعني غالطين فيه حيت تي فيا ديال لي زوبيراسيون بونك كلها ايكالا 10% فوالا سولو لا لوا دو فينونس ولا سولو سي جي كود جينيرال دي زام لا تي فيا او بيان ترافاي افير كالكولي لي اجيو تي تي سي. من بعد قال لك ديتيرميني لا فالور نيت ابي تري بيان. دونك اول حاجه خصني نديرها الاخوان خصني نحدد بطبيعه الحال لا دات ديشيونس، يعني اول عمليه كنديرها بعدا هو لا دات ديشيونس. شحال عندي في لو موا مارس باردون، دونك لو موا مارس اصلا هو فيه 31 جو، كناخذ 31 كنقسم منها 26 كتعطيني 5 كنحطها هنا. بالنسبه لافريل شحال عندي؟ عندي 30 جو. بالنسبه لماي عندي 31 جو، 31 جو داكور فوالا. كنجمع هاد التوتال هذا كتعطيني 66 جو مزيان. هاد 66 جو هادي هو النوبغ التوتال ديال لي جو ديال فوالا اللي عندي، يعني هي ديك ان. دابا غادي نحسب اسكونت، هادو هما المراحل الاخوان خصكم تاخذوهم على الاعتبار. كنحسب لي سكونت. وعليكم السلام، الصوت منخفض شويه. المهم درنا جميع الاصلاحات باش زعما يوصلكم المسائل توصلكم مزيان. دابا مزيان كتسمعيني مزيان؟ تري بيان. دونك اول حاجه غادي نديرها غادي نحسب لي سكونت. لي سكونت دونك سي لا فالور نومينال ملتيبلي بار لو طو ملتيبلي بار ان سور 360. 10000 درهم نضربها فوا 10% نضربها فوا 66 مقسومه على 360. ردوا الباب بالنسبه للحساب ياك، كاين اللي كياخذ كالكولاتيس كاين اللي ما كيعرفش يخدم بها مزيان. ردوا الباب فوالا، بلاصه 10% دير 0.1 وهكذا كتلقى 183.33 مزيان فوالا. بالنسبه لا كوميسيون، بالنسبه لا كوميسيون هو 75 درهم ديجا تعطاني في التمرين. اجيو اور لا تاكس، اجيو اور لا تاكس هو لي سكونت بلس لا كوميسيون. كنضرب هاد البركه هادي كنضربها في لوطو تي فيا اوتوماتيكمون كنلقى لا فالور اجوتي هي لا تاكس سور لا فالور اجوتي. تري بيان.
دابا كتجي المرحله ديال لا جو تي تي سي اللي هو السؤال المطلوب، راه هو اجيو اور لا تاكس بلس لو مونطون دو لا تي في ا داكوغ بلس لو مونطون دو لا تي في ا تري بيان. دابا غادي نحسبوا لا فالور نيت ا بي، لا فالور نيت ا بي هو لا فالور نومينال و لي اجيو تي تي سي تو سامبلومون، هو 10 ميديغرام موان هاد لا فالور هادي ديال لا جو تي تي سي اللي جا لقينا. كنلقاو هاد البركه هادي 97000 ولا 9715.837 فوالا. دابا كتجي المرحله ديال لوطو غيال، ما عرفتش فهمتها الاخوان ولا لا. تري بيان، دونك دابا كتجي المرحلة ديال لوطو، لوطو غيال. هاد لوطو غيال هذا كيفاش كيتحسب؟ داكوغ إيمان، تري بيان، فوالا. دونك إلا فهمتو غير لابارتي الأولى راه مزيان. دونك لوطو غيال، بالنسبة ليكيفالونس ديال دوزيفير يعني راه بحر، المهم نشوفو حنايا غير ليسونسيال بالنسبة لهاد الحصة هادي، وحتى إلا عندكم أسئلة اخرين، عندكم اسئله اخرين نحاولوا نطرقوا لهم في اللايفات المقبله ان شاء الله. إذ بالنسبه ليكيفالون ديال لي زيفي دو كوميرس ولا سميتو، يعني الغرض ديالو راه ماشي هو ندوز به ليكزامان فان دو موديول او ندوز به الكونترول ولا هذا صافي، لا راه كاينين ناس شادين الدبلوم غير جالسين في الدار، حيت هما اصلا ملي كانوا كيبريباريو داكوغ ولا كانوا كيقراو كيقولوا لا بلاتي انني فوالا يعني بغيت غير الدبلوم ناخذ غير الضوء، فكاينش الدبلوم ديك الساعه كيبان ليها اسم سبور. سلا الاخوان الله يرضي عليكم، يعني اي حاجه خديتوها سواء من عندي سواء من عند الاساتذه ديالكم سواء من عندي داكوغ، خذوها بعين الاعتبار. هو شيء حيت اذا نسيتوها راه تجيبوها غير فريسكوم، حيت بطبيعه الحال من بعد غدوزو دي كونكور سواء داكسي او ليسونس بروفيسيونيل ولا فوالا لي زونتروتيان دومبوش اكسيتيرا، يعني الانسان خصو ياخذ لاباس ديالو ويخليها عنده، حيت هذا هو الهدف من المنظومه ديال التكوين المهني، يعني الانسان انه يستافد. فوالا الله يرضي عليكم. فوالا دونك لوطو غيال ديسكونت دونك فوالا كما كتشوف معايا الاخوان. دونك لا ديتيرميناسيون ديال لا ريغل برانسيبال، لا ريغل برانسيبال يعني تو سامبلومون كنطلق ديما من هاد لا بارتي ديال لا جو تي تي سي. لا جو تي تي سي هو في ان ملتيبلي باغ لوطو ملتيبلي باغ ان تسمى على 36000 داكوغ. فوالا دونك انايا ملي كنهضر على لوطو غيال اولا ملي كتسمعوا بهاد هاد القضيه هادي كالكولي لوطو غيال، بحال قال لك كالكولي لي هاد لوطو هذا هاد 60 هادي حسبي لي هاد 60 صافي، انت اج جو تي تي سي ديجا حسبتيه باغ اكزومبل التمرين السابق ديجا حسبتيه فوالا، بالنسبه لا فالور نومينال ديجا عندك ان حتى هي عندك، قال لك فوالا حسبي لي هاد لوطو هذا، هاد لوطو هذا كيتسمى لوطو غيال، ولكن هاد لوطو غيال ما عندوش علاقه بليسكونت، ماشي ليسكونت اللي كنديرو هنا كنديرو اج جو تي تي سي ردو البال. اجو تي تي سي هو لا فالور نومينال ملتيبلي باغ لوطو ملتيبلي باغ باغ ان فوالا، مقسومه على 360000 ولا 36 اللي عجبكم. فوالا كنديرو تطبيق عددي كنحاولو نحلو هاد المعادله هادي نلعبو معاها حتى نلقاو لوطو، كندير جداء الوسطين يساوي جداء الطرفين اوتوماتيكمون كنمشي مع العمليه داكوغ، حتى كنلقى بلي لوطو هو لاجيو تي تي سي مضروبه فوا 36000 مقسومة على في ان فوا فوا ان، وهاد القاعدة هادي هي اللي خصكم تاخدوها بعين الاعتبار، هاد القاعدة الأخيرة داكوغ هادي هي اللي تحتاجو. أنا ملي درت لكم لا ديتيرميناسيون هنايا الهدف ديالي باغ اكزومبل كنمشي ندير شي اكزاما ولا شي حاجة ولا شي حاجة بحال هكا كونترو ولا كونكور ولا سي فوالا، يعني كنطلقوها من هادي وكتجبدو هاد لوطو هذا فوالا، هاد لوطو هذا هو لوطو لوطو غيال فوالا. هادشي اللي كان اخوان بالنسبه ليكيفالونس ديال جيفي باش ما نكثروش عليكم داكوغ. فوالا دونك دابا غادي نشوفوا ان اكزيرسيس بروبوزي باغ ان ستاجير في تي اس جي بطبيعه الحال. فوالا واش كيبان لكم ولا لا؟
Pardon, pardon. C'est bon, Erwan. Donc voilà un exercice, s'il vous plaît, concernant. شوفوا التمارين الاخرين سيبوا بوليكم سنفيكسي